مساكم الله بالخير والعافية، نلتقيكم اليوم بحلقة جديدة وشغل جديد وأكل جديد. اليوم راح نسوي حسب طلب خالتنا العزيزة أم كاروان، راح نسوي اليوم التمن لوبيا اللي طلبتها من عندنا قبل كم يوم، واليوم راح نسوي بس راح نسوي نضيف له شوية إضافات اللحم المفروم وياه، بالتأكيد راح يكون كلش طيب. خلينا ناخذ مقاديره ونرجع نسولف عنه. هاي المقادير اللي عندي هنا بالنسبة للرز لوبيا أو تمن لوبيا، عندنا كيلو غرام من التمن ونص كيلو لوبيا راح يكون عندنا بالتأكيد، بصل اثنين، لحم 500 جرام راح يكون عندي، زيت ماجي 4 مكعبات، والمي راح يكون أكيد، والفلفل الأسود. الماجي راح نخليه وين؟ خلينا نشيل هذا القبغ. الماجي راح نخليه بالمي اللي سلقنا بيه اللوبيا، شوفوها هذا الماجي هنا خلي وياهم، اريد هذا المي ياخذ طعم الماجي وهو ماخذ طعم الفاصوليا، واللون اللوبيا عفوا، واللون راح ياخذ عندي الرز من هذا اللون اللي موجود هنا. خلينا نسمي بسم الله ونبدي نشتغل. هذا الزيت لا، هذا نضمه للمايونيز الروسي. نبدي هنا نخلي الزيت اللي عندنا، حقم ايدنا طبعا. طبعا ما ننسى المسابقة مالتنا اليومية دا نسويها احنا، اللي هي برعاية عدة شركات. عندنا أول شركة اللي هو ياقوتة للهدايا الفاخرة اللي قدموا لنا الدومنة، اللي هي راح تكون باسم الفائز، وعندنا رأفة ثويني الكائن، هذا محل تجهيزات نسائية يضم كل شيء، عباية ليرتين بالتأكيد، ومن أرقى أنواع الأقمشة، مكانه بالكاظمية قرب مرقد الشريف المرتضى. وما ننسى اللوحات، اللوحات اللي راح تتقدم لنا، الأولى اللوحات اللي راح تكون عندنا أوكي، أول لوحة راح تكون من مجموعة الشمس للتسويق الإلكتروني بإدارة الأستاذ وسام الطائي، شكرنا وامتناننا له اللي دزلنا اللوحات، تصميم لوحات، عمل لوحات حسب الطلب، كل شيء موجود عندهم، والبيج موجود عندهم على الفيسبوك موجود. اللوحة الثانية اللي خاصة بمجموعة الشمس للتسوق الإلكتروني، اوكي خلينا ناخذ ملايا ونرجع لهم، بالتاكيد بيج ملايا اللي يقدم لنا دائما احلى اللوحات وشغلهم كلش حلو. وما ننسى دائما انه متعاونين ويانا، بس نقول لهم مجرد عندنا مسابقه الناس يسارعون ويقدمون لنا كل هدايا، ملايا موجوده واللوحات موجوده. اوكي خلي ناخذ هنا اليوسف للتسوق الالكتروني اللي قدم لنا هالجائزه الحلوه اللي هي صانعه قهوه ومقلات، وبالتاكيد عندي هنا الاوفن، وما ننسى اللوحة الأخرى المقدمة بالتأكيد من مقدمة من مجموعة الشمس للتسوق الإلكتروني، اللي هم يسوون لوحات حسب الطلب، شو اللي تريدوا أنتوا تراسلوني إياهم على الفيسبوك وبالتأكيد راح يسوي لكم كل ما تريدوا. هاي اللوحة الثانية المقدمة بالتأكيد من مجموعة الشمس للتسويق الإلكتروني. أوكي خلينا نلبس جفوفنا قبل أسمينا بسم الله وعقمنا إيدنا. هنا راح نشتغل اول شيء الرز على مود اللحق، وراها راح نبدي نسوي المايونيز الروسي اللي هي من السلطات المحببه، قلنا سابقا انه هو اللي ابتكرها الشيف اوليفي شيف روسي. تقدم هذه السلطه كانت في روسيا في العيد الوطني في روسيا، بس كانوا يضيفون ياها سرطان البحر والصوصج والزيتون وكل هالمواضيع كانت تضاف لها. اول شيء خلي التمن نقلبه شويه، خلي شويه يسهى، اتمنى انه خالتنا ام كاروان اليوم تابعتنا وتشوف الطريقه اللي طلبتها من عندنا، طلباتكم بالتاكيد اوامر. هنا بعد ما نتركه يسهى شويه نبدي نضيف له اللوبيا الحمراء اللي هي مسلوقة أصلاً وكاملة،
دائما انتم من تسوون اليوم تمن لوبيا مو اخلي شيء قليل، مثلا تمن جزر خالين جزر عينه شويه بس، لا عافيه ورقه كتبوا بيها جزر شلون رهنها، لا خلوا شيء اكثر، لان احنا هنا اليوم بدنا نسوي مثلا التمن لوبيا لازم كميه كبيره من اللوبيا اللي هي المكون الاساسي، التمن باقله كذلك كلها. هنا المي مالته نفسه، المي اللي سلقنا به اللوبيا راح نستخدمه نطبق به التمن، هو نفس المي لحد ما يخلص المي، ممكن تشملوه مي اوكي ماكو مشكله، لكن اريد اللون اللي اكتسبه المي. والماجي احنا خليناه بالمي، الاربع مكعبات ماجي خليناه بالمي، فصار المي هو بملوحه وبطعم طيب بالتاكيد، لان نعرف انه الماجي بهوايه ملح موجود. شوفوا هالشكل هذا شلون بدا راسا اول ما خلينا المي عفوا بدا يتلون الرز عندي. نحتاج شويه مي بعد، نجيب له مي. دائما قلت لكم يكون سنتيم واحد المي فوق التمن مو اكثر على مود لا يعجن عندكم. كل ما نذب شويه مي نحرك الرز على مود نشوف المقدار، ممكن الرز متكتل هنا هنا، فنحركه ونخليه شويه بعد مي. هذا هو هسه الرز عندنا، خلينا ننظف الميز اللي عندنا هنا، طباخ شويه وقع تمن عليه، خلينا نقبغه ونتركه يستوي براحته. سنحوله على غير العين، نشيل اللوبيا هنا اللي بقت عندي، هاي ممكن باكر شويه خبز وياها ودهن وبصل، وبالصحة والعافية تاكلوها ان شاء الله يا رب. هذا انتهى عندي هنا، هنا ايش راح ابدي اشتغل؟ ثواني. اي ما ننسى هنا نخليها عمود تكون واضحة اكثر. هنا راح نشتغل اللحم والبصل سوا. دائما قلت لكم خلوا كلينكس جوا التختة على مود ما تسحف عندكم، والضربه اللي تضربوها انتم للخضروات تريدون تثرموها، اذا لو زحفت التخته راح تضربون ايدكم. هذا انتهينا من هنا، عندي البصل احضره وعندي اللحم حاضر. مثل ما سولفنا على المايونيز الروسي، المايونيز الروسي سابقا كان شيف اوليفيه اللي ابتكره هو الشيف الروسي اوليفيه، اللي هي سلطه كانت تعد في العيد الوطني الروسي كل سنه، يضاف لها الصوصج والزيتون والسرطان البحر وكل هالمواضيع، اجى ابتكرها وغير بيها بهالشكل هذا، واصبحت عندنا المايونيز الروسي اللي هو البازاليا والجزر والمايونيز. طريقة المايونيز هم راح نعيدها اليوم ان شاء الله، بس نخلص شغلنا وتشوفون طريقته كل السهلة، بس تلتزموا لي بمواضيع اللي عندنا شنية، اللي هي اريد تهتمون بموضوع الخل الابيض، وكذلك تهتمون بموضوع الخردل، كلش مهمات على مود يشيلوا لي الزفرة اللي عندي هنا. هنا ابدا احضر البصل، خلينا نحدث السكينه دقيقه واحده. هاي بنتي لونها ضج من هذا الصوت. اوكي خلينا
نبدي نقطع البصل بالشكل هذا. انا احب اسوي جوليان، اكو ناس يسوي مكعبات، لكن احب دائما هو البصل كلش طيب راح يكون ويا الرز، يعني طيب حتى من نفرقع الدهن احنا نجي نفرقع ويا البصل دائما يكون اطيب تحسه. كمية بصل حلوة اريدها، ما اريد كمية قليلة. هنا دائما لما تكون هيك البصلة عندكم شوفوها تكون من الجهتين محاطة، فتقصون هذا توخروه على جنب، وعلى مود من تقصون هنا راح تطلع يعني القصة حلوة مالته الشكل هذا. وهذا اللي يبقى هنا عندي هم اقطعهم واثرمهم كلهم. انتهينا من اللحم هنا، شوية خليه الدهن وياه لان ورا البصل راح يجي. الملح مو كلش هواية دير بالكم، ليش؟ لان عندي ملح صار بالرز، هذا كلش كافي. فلفل اسود، ما صار عندي اوكي. دائما النار ناصية على الرز، ما نسويها عالية. يعني أول شيء لما تخلون الرز نار اعتيادية مو كلش، نقول متوسطة، بس تشوفوا بدأ ينشف الرز تنصون النار كلش عندكم، في سبيل أنه ما نخلي الرز راح يلتش أو يحترق عندي، وعلى مود انطيه راحته يستوي. هنا عندي اللحم شوفوا قدامكم، نبدي نجيب البصل. البصل الحار كلش طيب ويا الاكل واحبه. يعني احبه، يعني احسه انه يعني اكثر طعم واكثر تاثير على الاكله من البصل البارد. شوف هنا ليش خليت البصل ويا اللحم، اريد ياخذ مونه اللحم، اريد ياخذ الزيت اللي تقلى به اللحم. هاي البارحه هم سويناها بالكباب الملوكي، هم سويناه نفس الشيء. خلاص نتركه يستوي براحته هنا، ونبدي نشتغل بالمايونيز او المايونيز الروسي. هنا عندي ثلاث بيضات اوكي، ثلاث بيضات موجودة. ثواني، هنا عندي خليت ثلاث بيضات. دائما كونوا حذرين بموضوع البيض، دائما ما يحب انه المايونيز ما يحب انه يتعرض لدرجة حرارة قوية او حرارة مشكلة كلش كبيرة تصير عندكم، ممكن تؤدي الى التسمم. البيض من لما يفسد يسوي لي مشاكل كلش هواية. عندي هنا خل ابيض، عندي هنا شوية لمندوزي، وعندي هنا الخردل. الخردل راح مو هواية، لكن هالخردل راح يشتغل لي على الزفر اللي ممكن يكون موجود، مو ممكن أكيد موجود بالبيض. فهنا خلي ملعقة من الخردل، وهنا أصبحت مسيطر على موضوع الزفرة. يعني هو موجود الزفر بالبيض، بس هنا بالشغل هذا لما اشتغله بشكل صحيح واخلي له الخردل واخلي له باقي المواد، هنا بالمايونيز اللي سالوني وطلبوني انه اكثر من مره انه اسويه،
ابدي اضيف الزيت كلش على كيف. شوف راح تسمعوني بدي الصوت يتغير. بدأ يدخن، بدأ يشد. شكل هذا شوف شلون. شلون بدأ يشد ويثقل الخلاط. هو بطل زيت على 3 بيضات يعتبره من الثوابت وشريد منكم. هذا افضل من ما نجيبه من الشارع اي نوعيه كانت، ذاك بي مواد حافظه وبي مواد صناعيه هوايه. هنا اني خال شيء كله فريش وطازج وبالبيت وقدامي، وراح اقدر احتفظ بيه بالثلاجه ما راح يكون عليه اي مشكله. ممكن انه وجود الخل الابيض هو راح يعتبر ماده حافظه، وجود الخل فراح يضل عندكم اسبوع ممكن بالبيت، وراح تشوفوه اكثر ممكن، وكل شيء ماكو عليه. بس مجرد انه من تريدون تطلعون منه هو بالثلاجه اخذوا منه وصبوا، مو تطلعوهم كلهم يحتر ويبرد ويحتر ويبرد. تشوفون شلون ثقل حتى اللي موجود هنا عندي، يعني المايونيز اللي موجود عندي. شوفوا شوفوا شلون صار عندي المايونيز هنا. شوفوا مايونيز مرتب عندي، راح يكون طيب وراح يكون قدامي واعرف شنو سويت. يعني احنا مو نحكي على مواضيع انه الشركات، لا كل شركه ولها شغلها ولها عملها واكيد متميزه به، لكن اني احب دائما لما اشتغل المايونيز او اشتغل اي شغله انه دائما اسوي شيء بالبيت قدامي قدام عيني. المواد اللي خليتها اعرفها، البيض اللي خليته انه بيض مو تعبان او قديم، يظل بالثلاجه تاخذون منه مو تطلعوا كله يبرد ويحتر ويرجع يبرد، اكيد بالاخير راح يفسد ويؤذي الصحه بالتاكيد. شوفوا هنا البصل شلون صار. هنا البصل موجود وياه اللحم والفلفل الاسود، واحنا بانتظار انه ينضج الرز وراها نبدي نضيف. ما عندنا بوتيتا مسلوقه، مو سلقوها لحد تبدي تمرد. شوفوها يعني خلي اشوفكم اياها، شوف ناس قد اقلبها هي واقفه بحيلها ما ممروده، فهمتوني؟ فانا ايش اريد اليوم؟ طبعا شوفوا اكو قوه بيها، يعني مو راسا تمرد عندي بهالشكل هذا. هنا عندي بازاليا وجزر. ممكن جدا هي اصلا المخرج يقول لي كنت اسويها اني واخلي بيض مسلوق واخلي وياها، كان يضاف الطرش وياها، كان يضاف وياها، ينضاف وياها الطرشي سابقا، ينضاف وياها بياض البيض ممكن، يعني بيض مسلوق اعتيادي جدا. فانتوا احرار بها، لكن عافيه. وليش قلت اني بالبدايه مخرجنا قلت انه بالبدايه كانوا يضيفون الصوصج، يضيفون سرطان البحر، يضيفون هوايه مواد عليها، لكن بعد الشيف اوليفيه لما قرر يغيرها ويشتغل بشغل ثاني اصبحت هيك واجتنا. بس دائما ما اريد ما اريد المايونيز هوايه. اكو نوبات اشوف اخوتنا واصدقائنا الشيفات لما يشتغلون ما اريد يخلي هوايه مايونيز ويخليها يعني تغرق. شويه ملح. شويه لمندوزي. اوكي مايونيزنا طيب اللي سويناه، ما سوينا خفيف، بس ديروا على كيفكم الزيت راح يكون بهالشكل هذا وراح يعجبكم كلش وتحتفظون به بالبيت. نعرف انه اولادنا دائما يحبون المايونيز والكاتشب،
ان شاء الله خلال هالايام القادمه باكر او بعده اسوي الكاتشب واسوي الصاص على مود يصير عندكم تحضير كل شيء بالبيت. واسوي العنبه، بس العنبه ما اللي اسويها تختلف، العنبه اسويها على الطريقه القديمه اللي كان يسويها جدي الله يرحمه ويرحم والديكم، كان يسويها قطع خيار وقطع باذنجان يجيبهم ويخلي العنبه على النار يذوبها وتبدي قبل ما تفور، هي شويه خفيفه يسويها بالبدايه، قبل ما تفور يضيف الخيار والباذنجان ويضيف اي شيء يريد ويخليها تفور به، ورا ما تخلص تصير تجنن. وممكن تضيفون المانجا، اللب مال المانجا كلش طيب. شوفوا المايونيز الروسي شلون صار عندي، مو غرقان، يعني نقول انه المايونيز صاير عليه بس مو غرقان مثل ومو خفيف. شوفوا حصل شكله حلو، وش قد خلطت بالبوتيتا، شوفوها بعدها بحيلها واقفه، يعني ما تخربطت مثلا او نقول مردت، لا واقفه بحيلها. كذلك هاي بالمطعم اخوتنا واصدقائنا الشيفات لما يريدون يشتغلون هم يفضل دائما انه ما تخليها تستوي كلش. وعموما نصيحه دائما من تطبخون لا تفارقون الجدر، اوكي؟ يعني لا تروحون من هنا ومن هنا تفترون او هيك شيء، دائما اكو موضوع طبخ خالين شيء انتوا على النار، لا تعوفوا، ظلوا واقفين يمه. خصوصا مثلا المواضيع، لا مو مثلا تطبخ باكر ظل واقف اربع خمس ساعات، لا البوتيتا لما تسلقوها لا تعوفوها. يلا خل اصب. ما عندنا المايونيز صار بهالشكل، شوفوا شلون حلو راح يعجبكم بالتاكيد. وهذا عموما كنا صغار نروح ناكل السندويتشات نسوي لفه، كان واحد قديم ما ادري الله يعطي الصحه والعافيه اذا عايش او اذا توفى، قديم كان كنا نروح ناكل فخليناه بالسندويتشات دائما ويا الفلافل كلش طيب. هالشكل هذا اصبح جاهز اللي عندي هنا، هذا المايونيز الروسي خلاص انتهى موضوعه، غير شكل مائله. اوكي انا شفت قبل كم يوم، شفت احد بالمطاعم مشتغله بدون بازاليا ومغرقه هيك، يعني صاروا كل شويه مايونيز، لا هيك عافيه. اوكي خلينا قبل كل شيء نرجع نذكر بالمسابقه وشغل المسابقه الحلو، وراح نبدي بيها بعد شويه. بعد شوفوا اللون، الحلو اللي صار مع الرز بعد بيه مي طبعا، لان الكميه مو قليله اليوم، خلينا هوايه احنا قبل ما ينشف البصل الحلو واللحم كلها عليه. هذا صار عندي هيك كل شيء، نجي نحوله هنا نجي نقلبه، البصل واللحم والماجي ومي الماجي كلها قامت تاخذ شيء ميكس. قلت لكم دائما الطبخ هو عبارة عن معادلة انه نمزج كل المكونات للحصول على طعم بالاخير طعم طيب. اوكي خلاص يلا خلينا نبدي بالمسابقة مال اليوم، واني بالتأكيد بانتظار اتصالاتكم. نبدي بالهدايا نرجع نذكر بيها. اول شيء الدومنة اللي عندنا هنا اللي هي مقدمة من الياقوتة للهدايا الفاخرة اللي هي راح تجي باسم الفائز، بالتأكيد على اسم الفائز راح تجي. وما ننسى رأفة الثويني او رأفة الثويني المحل اللي كان في الكاظمية قرب مرقد الشريف المرتضى، العباية ليرتين وكل انواع العباية دزلنا مشكور جدا. ما ننسى اللوحات اللي راح نبدي بيها، اول واحدة اللي هي حتكون من مجموعة الشمس للتسوق الالكتروني دزلنا لوحتين كلش حلوة،
مشكور الاستاذ وسام الطائي، دزلنا هالشغل الحلو، نشكره احنا كلش. وبعد اكو لوحه ثانيه كذلك، هاي اللوحه الثانيه موجوده. وما ننسى اللي موجود عندي هملايا، بالتاكيد بيج هملايا اللي عند اللي دز لهم صوره كلش حلوه مشكورين، ودائما اللي يشاركوني هالصوره الحلوه هالمنظر الرائع. اعتقد هاي فينيسيا الله، بندقيه من احلى المدن الايطاليه. اوكي وما ننسى عندي هنا شنو، عندي هنا عندي صناعه القهوه، وعندي هنا المقلايه، وعندي هنا الفرن الحلو الصغير، ثلاثتهم ثلاثه في واحد راح يكون عندنا، وكلش راح يعجبكم. وان شاء الله الفائز يتهنى بيهم. بس قبل خلنا ناخذ المقادير اخر مره ونرجع. نرجع وين؟ نرجع المسابقه. اوكي اوكي، هاي السلطة الروسية هم راح ناخذها كذلك. اوكي بوتيتا عندي اثنين، وجزر اثنين، بزالية نصف علبة او نصف كيس او كيس براحتكم، بس دائما استخدم الكيس لونه يصير احلى، ملح وملح الليمون او اللمندوزي. مايونيز عندي، والمايونيز شرحة، ثلاثة بيض، خل ابيض وخردل. واحد معقد شاي الخردل، واحد معقد كوب الخل الابيض. اوكي يلا، الارقام اسفل الشاشه راح تظهر، وهاي الورقه الاسئله حضرنا لكم اياها انا وبنتي لونا وام لونا، كنا قعدنا نسوي على الحروف. اوكي يا عمري يلا نستقبل اتصال على الارقام الظاهره اسفل الشاشه، وراح نسولف ونبدي بالمسابقه. مريم من بغداد، شلونك مريم؟ اهلا وسهلا، شلون صحتك؟ الله يخليك، شو اخبارك؟ بخير الحمد لله. الله يطول عمرك اختي العزيزة. الله يسلمك، طبعا طبخاتك كلها مميزة. شكرا لك، شكرا للشهادة، اعتز بها دائما من كل المتابعين اللي يتصلون بي بالتأكيد. اوكي شاركيني ويانا؟ نعم يلا. عندك 30 ثانية، اريد خمس شغلات موجودة بالمطبخ عام، بهارات، فرنشي، بحرف النون. يلا ناجتس، هذا المقرمش، هاي واحد. يلا روحي، يلا الوقت دا يمشي ترى. نارنج اثنين، روحي. شو هاي اثنين، هاي ثلاثة، نومي بصرة بعد. يلا الوقت انتهى، نعتذر منك يا مريم، ضروري شوية هيك لا ترتبكون عم تقدرون تفكرون اكثر. ضي من بغداد، شلونك ضي؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا، الله يخليك اختي. وكيف اكل بالبنت؟ تأمرين امر. اوكي، خلينا ناخذ عندك 30 ثانية، اريد خمس اشياء بحرف الدال. دال؟ ايه. ايه؟ دولمة، روحي. دولكة، دولمة اثنين، روحي. دولمة، دولتا. ايه. دولتا شنو هي؟ دولتا شنو هاي؟ داتلي. داتلي، ايه. دلة. اوكي، بعد؟ ودلة، دلة. دلة، هاي أربعة، بعد واحد. ودولاب.
وين شو وين نخلي شنو صفط هدوم الهدوم مال الجداري وين اقفي احكي لي تعاي يلا دبس روحي على الخامسه تمرين امر يا ضي اوكي ضي من بغداد وين يعني كنتور شي خلون بي فهمين. اوكي دخلت يلا القرعه وان شاء الله تكونين من الفائزين ويانا اللي راح نسوي هالقرعه اكيد يوم الخميس اوكي وصال السلام عليكم وصال قطع الاتصال اوكي اوكي وصال شلونك السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا عاشت ايدك على كلاس الله يخليك شكرا لك اختي العزيزه ممكن اشارك اكيد محضره نفسك نعم جاهزه جاهزه اوكي حرف القاف 30 ثانيه قرنفل قرنفل اي قوزي اثنين روحي ما على بالي قبغ ثلاثه يبع شو اقول ثلاثه قبغ بقينا اثنين بسرعه نقول قدر القدر اوكي قرن ابيض اربعه بعد واحد بيش تخدرون شاي الصبح خلاص الوقت طبعا بس قيمر قيمر تخذرون شاي بالقيمر والقوري شنو تاكلوا يدبس الصبح؟ ما قاعد اسمع اوكي على راسي على راسي اوكي طبعا اخر شيء خلص الوقت عندنا اسفين منك ناخذ اتصال اللي بعده منو؟ ام علي من بابل شلونك ام علي؟ السلام عليكم شيخ اهلا وسهلا الله يخليك اختي الله يحفظك عيني شكرا لك تشاركيني انا؟ ان شاء الله اوكي انطيني خمس اشياء بالمطبخ خضروات جماد اي شيء بحرف الطاء بالمطبخ بحرف الطاء بحرف الطاء طنجره احنا نسميها جدريه اي طبق طبق اوكي ايه طاوله ثلاثه اي وبعد شنو ساعدني واحده اثنين ايه طاسه او طاسه وطاطلي احنا نسوي اسمه داطلي احنا يلا هو طاسه اوكي بس الداطلي هو اسمه داطلي بعد واحد الوقت راح يخلص بسرعه طماطه خلاص عاشت ايدك هاي خمس اشياء يا اختنا العزيزه جمانه شلونك ام جمانه السلام عليكم اهلا وسهلا شلونك شيخ؟ الله يخليك، الله يطول عمرك ابويا. الله يبارك لك بهاي الاكلات المرتبة والطيبة. شكرا لك. شكرا لكم عيوني انت. الله يخليك. امريني. احب اشارك بالبرنامج. تأمرين. جمانة، ام جمانة، يلا حرف الراء. حرف الراء. ايه. خمسة. رقي. واحد. رارنج. نارنج هو، يلا اوكي اثنين. يلا يلا هاي مكان الروبيان اثنين صاروا يلا أوكي. روبيان اوكي والله بعد شنو روبا روبا نقدر نقول عليها اي روبا اوكي بعد اثنين بعد ما اعرف خل اتذكر الاكلات ريزو بعد لك واحده يلا ذكريها انت رز اي الرز اوكي بعد واحده هل ممكن الاسم ما اتذكر بعد شنو خلص الوقت نعتذر منك يا ام جمانه وشرفتينا باتصالك بالتاكيد وسعيدين باتصالك بمشاركتك بالتاكيد طبعا احنا 30 ثانيه بدنا نعبر فوقها بس احنا منطين 30 ثانيه على مود نفسح المجال لغير ناس انه يتصلون بينا ويشاركون بالتاكيد انا هم دا ساعد والمخرج والولد كلهم بالكنترول دا يساعدوكم ويردون اوكي علي شلونك زين الحمد لله عمو هلا حبيبي شلونك علاوي ايش اخبارك؟ زين اهلنا بالبصره شلونهم؟ زينين الحمد من لله من وين بالبصره؟ ها؟ من وين من البصره؟ من الزبير والنعم والنعم والله يلا ابو حسين عندنا خمس شغلات نريدها بحرف اللام حرف اللام لام لام لام؟ لام ايه يعني لحم لمندوزي يلا حسب كيفك لبلبي لبلبي عافية يلا واحد
لا هانا اثنين. ايه نارنج. شنو؟ نارنج. لا ماكو نارنج هو اسمه. هاي هاي اثنين بسرعة يلا علاوي. لبن. لبن ثلاثة يلا. ايه يلا ابو حسين شد حيلك. أو واحدة ليمون يلا بعد لك واحدة خلاص أبو حسين خلص الوقت 40 ثانية انطيناك. تحياتنا لك والكل أهلنا بالزبير والكل البصرة وبردا وسلاما على كل شبابنا يا رب العالمين. فاطمة شلونك؟ وعليكم السلام على وعيني. شلونك أختي شلون صحتك؟ الحمد لله. شلون أهلنا بالأنبار؟ والله الحمد لله. الحمد لله يستاهل الحمد. المهم خلينا نبدي على السريع عم نفسح المجال للباقين. عندنا اليوم حرف الكاف. اعطيني خمس شغلات بيه بسرعه 30 ثانيه. حرف الكاف. كاف كاف كاف. كباب. واحد طبعا مشهورين بيه. اثنين كبة. كباب. كرافيس. كرافيس. ايه ايه كبا كباب كبيس. يلا يلا كركم بعد لك. يلا كاري. كركم كاري. ايه بعد واحد بسرعة. ايه كركم كباب. كركم كاري. ايه كبا كربيس. عاشت ايدك. هاي خمسة ودخلت ويانا بالسحبة وبالتأكيد يوم الخميس راح تكون هنا قرعة راح نسوي وان شاء الله الكل ويانا فايز. نشوف تمنى شخباره. الله شوفوا شلون شكل التمن اللي موجود عندنا هنا. شوفوا شوفوا شكله. شوفوا يا خالتنا ام كاروان هنا الدهن اللي صار عندنا مال مال لحم مال بصل بعد يراد شوية تهدير. اوكي آية شلونك؟ الو مرحبا. شو اهلا وسهلا اختي العزيزة شخبارك؟ شلون صحتك؟ الله يرضى عليك ويخليك. حبيت اشارك وياكم بالمسابقة. تأمرين امر واهلا وسهلا بيك. خلي ناخذ عندنا 30 ثانية خلي ببالك. راح ناخذ حرف العين. حرف العين؟ ايه عرموط. واحد ايه اثنين عنبر. اي بعد بعد اثنين عصير. اي شوربه الصبح نحبها نشربها دائما. نحب عنبر. شنو شوربه الصبح نسويها طيبه دائما نحب ناكلها؟ ها شوربه عدس. عدس. اي يلا بعد شيء واحد. بعد واحد شيء واحد. اي يلا عاشوقه ترى. ها عاشوقه والله هاي بس يمكم يجوز يمنا احنا نسميها خاشوقه. اوكي الوقت عصير خلاص. اوكي دخلت ويانا بالسحبه بالتاكيد على يوم الخميس. اليوم المره سهلت لكم اياها كلش ودا احاول بكل الطرق والوسائل انه تكونون مشاركين ويانا. اوكي هاجر السلام عليكم. اي طيب انا حضرتك. الو الثانيه. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا اخت هاجر. تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتكم ولمشاركتكم اختي العزيزه. الله. شكرا حي الله اصلك. الله يحفظك. شاركين ويانا ان شاء الله. اوكي انطيني خمس اشياء بحرف الشين. بحرف الشين. شين ابو ثلاث نقاط. ايه حرف الشين بس ممكن شوية الصوت لأن الصوت كلش ناقص. اوكي حرف الشين. شين شاي. مشمش. مشمش هاي بالوسط صاير احنا نريد بالبداية. شين شين. بس ممكن مساعدتك انا. اي انا قلت الشاي. واحد شوكة. اثنين شاي شوكة. شاورما. اي ثلاثة. نقول سب او
لا تشيبس احنا نسميه هو او جيبس. خلاص الوقت، نعتذر منك يا اختنا العزيزه. دائما شويه لا ترتبكون عم تقدرون تجاوبون بشكل صحيح. اوكي عندي اتصال. منو؟ ام مجتبى. السلام عليكم. قطع الاتصال. اوكي الو. اوكي يلا خليني ابدي اصب التمن. خلي ناخذ مقادير الرز لوبيا، شنو رايك؟ الله، هذا وياها هسه لبن وسلطه ناعمه او لا، خس وطماطه وشوندر وعصره نارنج. هذا الشكل صار عندنا. ابو انور من الديوانيه، السلام عليكم ابو انور. شلونك بعد عيني؟ شلونك تاج راسي؟ شو اخبارك؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. الله يرضى عليك ويخليك ويطول بعمرك يا رب. بعد العيون فدوى روح لك. اي اكيد شرفني بمشاركتك. ابو انور اريد خمس شغلات بحرف الصاد. حرف الصاد؟ اي صاد. صلصة. صلصة اوكي. صاص. صاص اثنين. سودة. سودة ثلاثة. صنوبر. صنوبر. صمون. صمون. صحة والعافية عليك ان شاء الله، ومبارك لك انه دخلت يانا بالسحبة على يوم الخميس راح تكون القرعة. وشكرا لك ولاتصالك. نرجع بالتأكيد ننوه انه المتسابقين الفازوا بالتاكيد راح نبدي نعزل الاسماء ونسويهم قصاصات ورقيه، ونبدي نسوي قرعه يوم الخميس بثلاث فائزين ثلاثه بالتاكيد. اما يجون على البيج مالتي شيف عرفان راموس او مطبخه مع شيف عرفان على الانستغرام، وبالتاكيد ما ننسى الشركات اللي مقدمت لنا هالهدايا الحلوه اللي هي عندنا اول شركه اللي دائما تشاركنا اللي هي ياقوته. ياقوته الهدايا الفاخره راح تنزلكم دومنه كلش حلوه باسم الفائز. وما ننسى رأفت ثويني المحل اللي بالكاظميه، الكان رأفت ثويني للتجهيزات النسائيه، الكان في الكاظميه باب القبله قرب مرقد شريف المرتضى. وبالتاكيد ما ننسى مجموعه الشمس للتسويق الالكتروني اللي دزونا هاللوحات الراقيه مثلهم. شكرنا وامتنانا للاستاذ وسام الطائي اللي قدم لنا هالهدايا. وبالتاكيد لوحه اخرى هم دزونا كلش حلوه. وما ننسى اللي ويانا دائما وابدا بكل المسابقات المشاركين ويانا، البيج الخاص بهملايا اللي دائما يرفدنا بكل اللوحات الحلوه، طبعا مجموعه الشمس او هملايا صور حسب الطلب، اي شيء تريدون. هالمنظر الحلو اللي دزونا اياه هملايا، هالصوره كلش حلوه. وبالتاكيد ما ننسى اليوم نسيناهم طبعا، البيت بيت الخشبي، بيت خشب الخشبي اللي هو يصنع احلى الرفوف وشغلهم كلش حلو، ودزونا هالرفوف الكلش حلوه راح تشوفون صورتها، راح نطلع لكم اياها بالشاشه بالتاكيد. اليوم نسيناهم طبعا، شغلهم كلش حلو راح تشوفون رفوف بعد شويه بالتاكيد. اوكي خلينا نشوف بالتاكيد الثلاثه في واحد قدمونا ليوسف للتسوق الالكتروني المحل الكائن وين نزل الشهر 14 رمضان، يعني وين مرور الطوب شيء قريب عليهم، كذلك على الفيسبوك موجود وانستغرام. ثلاثه في واحد صانعه القهوه والاوفن عندي، وبالتاكيد القلايه اللي عندي. اوكي خلي نشوف تم ايش اخباره. قلت لكم هسه هاي زلاطه خس وطماطه وياها شنو بعد؟ شوندر وعصرة نارنج. وبالصحة والعافية عليكم إن شاء الله. عباس من الديوانية، شلونك عباس؟ السلام عليكم. شلونك شو أخبارك أخويا؟ شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟ الله يخليكم الله يديك. فدوى لعيونك، شارك ويانا؟ إن
شاء الله. يلا خلينا حرف الميم. 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 مندي. ايه. مندي. ملعقة. ايه. مرقة. عفية. مشمش. اوكي بعد واحدة. موز. موز. شكرا لك يا حبيبنا، والتأكيد اسمك راح يكون يعني شوفوا سهلتها كلش لكم وكتبتها ما تتبعون على ورقة، اليوم كلهم جابوا ان شاء الله الكل فايز ويانا وبكل اتصال وبكل مشاركة بالبرنامج. اوكي طبعا نقدم دائما شكرنا وامتنانا لكل الشركات، لكن اليوم راح اقدم شكر وياهم اعتذار لان اليوم ما عرضناها الرفوف نسينا يعني من كثرة الشركات المشاركة ويانا. شركة بيت الخشبي شكرا لكم، هالرفوف الراقية كلش خشبها قوي ونوعيتها كلش زينة وشغلهم كلش حلو، ممكن تشوفون البيج مالتهم الموجود على الفيسبوك او الانستغرام وطلبون كلهم شي تريدون منهم. اوكي عند اتصال يوسف شلونك؟ السلام عليكم. الف هلا، شلونك شلون صحتك؟ الحمد لله. شلونك انت؟ الله يرضى عليك. شخبار اهلنا بصلاح الدين؟ الحمد لله بخير. يا بدومكم بخير ان شاء الله والصحه والعافيه. يوسف انطيني بحرف الزاي خمس اشياء بالمطبخ. الزاي. زلابية. زلابية. زلاطة. زلاطة. زيت. ثلاثة. زاهي. ها؟ زاهي. ما اسمع شنو؟ علي صوتك. زاهي. زاهي. زاهي؟ ايه. لا احنا نريد شغلات تخص الاكل او شغلات تخص المطبخ. اوكي مو مشكلة. بعد واحد. زبيب. الزبيب. اوكي بعد لواحد صح؟ اوكي بعد واحد يا يوسف. المخرج يقول لي بعد واحد. اي؟ بعد واحد؟ يلا هاي الزردة مني لك وتؤمر امر يا يوسف. وشرف ان مشاركتكم واتصالاتكم دائما ويانا. منو؟ كمال شلونك؟ اهلا وسهلا. شلون صحتك شخبارك؟ حياك الله حبيبي العزيز شلونكم؟ حيا الله اصلك، الله يطول عمرك ويخليك. برنامجك هذا برنامج رائع والله، احنا يعني جدا نعتز به. حضوركم حضور رائع واتصالاتكم رائعه دائما، والي الشرف بكل اتصال منكم حقيقه. اوكي. بارك الله بيك حبيبي. قلبي انت، خلي نطلب منك حرف اعطيك انا سالك فيه، حرف الخاء. خاء؟ ايه. خوخ. خوخ. خاشوقة. اثنين. خميعة. خلاط. خميعة. خميعة عادي. بارك الله فيك. بعد واحد. بعد واحد. ايه. والله انت ساعدني بها. الصبح ايش تاكل ويا الاكل؟ شي يجيبوا لك شي حار؟ شاي خبز. حليب. خبز. خبز. خبز 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 خبز. بارك الله فيك. صحة والعافية عليك إن شاء الله، دائما كل أيامكم أفراح وتكون مرتاح والاتصالات دائما تسعدنا. شكرا لكم ولكل اتصالاتكم. خلص الوقت. نهاية وختاما بالبرنامج شكري وامتناني لكل الكادر اللي وياي، شكري وامتناني الكرم والمتابعة، ما ننسى شكرنا وامتناننا لكل الشركات المشاركة ويانا، ياقوتة، رأفة ثويني، اليوسف للتسوق الالكتروني، الشمس مجموعة الشمس للتسويق الالكتروني، هملايا، بيت الخشبي، شكرنا لكم وشكر الكرم المتابعة. انتظروني غدا بأكلة وشغل جديد، مسابقة جديدة في مال الله.